مرحبا مشاهدينا. التعليم الآمن هو حق من حقوق الجميع، وحرمان البنات من التعليم أشبه بسقوط ثمرة قبل ما تنضج، لأنك أنت تحرمها من فرص الحياة كلها، تحرمها أنها تكمل تعليمها، وبالتالي ما تكونش قوية لتواجه الحياة، لأنه كثير من الأسر يقولوا خلاص ما لهاش لازمة ولازم تتزوج، ودي الحقيقة اللي نعرفها. طبعا بدا التصرف نحن نخلي البنت ضعيفة جدا مثل الورقة، كل ما يجي ريح يطيرها لأي مكان. أنا شبهت بهكذا لأني شفت كثير من الحالات اللي ما عندهاش القدرة ولا الوعي ولا المعرفة أن تدير بيت أو تعمل علاقة فيها من التوازن مع الطرف الثاني. البنت دي بتتعرض لكثير من المخاطر النفسية والصحية، مثل كمان مخاطر التشرد لو اختلفت مع الطرف الثاني المرتبطة فيه، كمان مخاوف عدم الاستقرار، مخاطر العوز والحاجة بعد طلاقها، ده كله ممكن تتعرض له لأنه حملناها مسؤولية كبيرة وهي في سن صغير. كثير من أولياء الأمور خصوصا في المناطق الريفية يبرروا حرمان بناتهم من التعليم لأنهم مش قادرين أو مش قادر أصبر علشان تكمل، أو علشان ما عندناش بنات تكمل دراستها بسبب العادات والتقاليد أو ظروف الحياة. اليوم في برنامجكم من الآخر بنتكلم عن حرمان الفتيات من التعليم. مش غلط أن الفتاة تتعرض أو تعترض على الأشياء اللي تضرها طالما أنه هذا الاعتراض بحدود الدين والعادات والتقاليد. من حقها كمان تختار مستقبلها وشريك حياتها، تدرس وتكمل تعليمها وتحقق حلمها للوصول للمراتب العالية والمناصب القيادية، وتكون عون لأهلها ولمجتمعها ولبلدها. أثبتت دراسات كثيرة أن النواحي النفسية لحرمان الفتاة من حق التعليم وتزويجها المبكر له أثر خطير وكبير على الصحة النفسية للفتاة، وهو ما يؤثر على سلوكها ومشاعرها اللي تنعكس سلبا على أطفالها. هناك الكثير من القصص والروايات سمعناها عن فتيات صغيرات في سن صغير أجبرن على ترك مقاعد الدراسة وتحمل المسؤولية المبكرة، وأصبحت تعاني الكثير من التحديات في حياتها في حالة تطلقت كونها فتاة أمية، وتصبح فتاة ضحية لعادات وتقاليد للأسف لم نتحرر منها حتى الآن. لما تكون عندك فتاة متعلمة ومثقفة واعية في بيتك، فأنت تعد أسرة متعلمة ومتكاملة تساهم بشكل كبير برفع مستوى هذه الأسرة، تهتم بتدريس أولادك وترفع من شأن المجتمع. الأم مدرسة وأساس لكل مجتمع. البعض بيقول والله أمهاتنا كانوا أميات ولكننا تعلمنا، صح، لكن الآن التعليم تغير وما عاد يقتصر على القراءة وبس والكتابة، صرنا بعصر التطور والتكنولوجيا والتقنية اللي أصبحت هي ثقافة جيل. اليوم نحن خصينا هذه الحلقة لكل الأسر اللي تنظر إلى عدم أحقية تعليم بناتها وتزويجهم مبكر. كثير من الأرياف والقرى تفتقر لوجود طبيبات ومعلمات، وهذا للأسف بسبب نظرة المجتمع الريفي اللي ينظر تجاه الفتاة أن مستقبله هو بس البيت. طيب ليش أنت ما تصنع من بنتك أو أختك أو زوجتك طبيبة ومعلمة لخدمة نساء القرية وتساهم في تطوير بيتها؟ هذا فخر لك ولأسرتك ولمنطقتك أنت كمان، وده لا يتعارض أبدا لا مع ديننا ولا مع تقاليدنا ولا مع ثقافتنا. خلونا مع بعض نشوف التقرير. ما زالت المرأة في محافظة الضالع وبقية المحافظات اليمنية محرومة من أمور كثيرة في حياتها، أهمها التعليم. فالفتاة هنا وخصوصا الريفية قلما تلتحق بالتعليم، وإن حدث ذلك فإنها لا تكمل تعليمها تاركة المدرسة أما للزواج المبكر أو بقائها في المنزل واكتفاء الأهل بما وصلت إليه من القراءة والكتابة. أولا عدم اهتمام الدولة ذاتها بالفتاة، هذا الشيء الثاني. الشيء الثاني الحالة الاجتماعية الذي يسودها المجتمع من الفقر وعدم استطاعتهم تلبية متطلبات الفتاة. الشيء الثالث حالة المدارس، يعني من عدم وجود الكتاب المدرسي، من عدم وجود المعمل التطبيقي للمواد، نقص الكادر المعلمي، عدم تفاعل المجتمع كذلك بتعليم الفتاة. الشيء الآخر هو الزواج المبكر للفتاة. الشيء الثالث
العادات والتقاليد، المحافظة في المجتمع، يعني الأب بالكاد أن يصل تصل بنته إلى الصف السابع الثامن التاسع من ثم يخرجها بسبب العادات والتقاليد الموروثة معنا، وعدم وجود كادر يعني من المعترف. المفروض أن مدرسة بنات يكون هناك كادر نسائي ودائرة مدرسية نسائية حتى يستجيب المجتمع كذلك لتعليم الفتاة في هذه المدرسة. تكتفي أغلب الأسر هنا بتعليم فتياتهم المرحلة الابتدائية والأساسية، وأقصى ما يمكن أن تصل إليه هو الثانوية. أما التعليم الجامعي فنستطيع أن نقول أنه محرم عليها، خاصة في الريف، مع نسبة ضئيلة في التعليم الجامعي للفتيات في مركز المدينة لقربهم من الكلية الوحيدة في المحافظة. هناك عدة أسباب لعدم تعليم الفتاة وعدم الاهتمام بها. من هذه الأسباب أولا نأخذ الزواج المبكر، وهي مشكلة الآن منتشرة في مجتمعاتنا وخصوصا المجتمع الريفي. أيضا الوضع الاقتصادي التي تمر به البلاد وهو الفقر، يعني الآن على سبيل المثال إذا الأسرة عندها 5 أبناء يضطروا يخرجوا الفتاة ويعلموا الولد فقط بسبب الفقر. أيضا العادات والتقاليد، العادات والتقاليد المجتمع وخصوصا في الريف أن الفتاة فقط تدرس الصف الخامس أو الصف الرابع وفقط. أيضا هناك عدم اهتمام بتعليم الفتاة يعني من الأهل من المجتمع. العادات والتقاليد التي ما زالت متحكمة بالمجتمع في أغلب المناطق، وقلة المدارس الكافية الخاصة بالبنات وانعدامها في مناطق كثيرة، أسباب رئيسية في حرمان الفتاة من التعليم ورميها في مستنقع الجهل والزواج المبكر ووأد أحلامها في التعلم والحياة. شفنا التقرير اللي لخص لنا جانب من هذه القضية اللي لا زالت تشغل بال المجتمع، لا سيما ما يحدث في المناطق الريفية ووصلت كمان المناطق المدنية. شفنا في التقرير كمان شغف وحب البنات للتعليم، وهن يقطعنا مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم بكل همة ونشاط وعفوي. نتمنى لكل ولي أمر أن يسعى ويحرص أن يهتم بتعليم بناته وأحقيتهم في التعليم كفرض فرضه علينا ديننا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. المسلم شامل الرجل والمرأة. خلونا نروح لفاصل ونرجع نواصل. رجعنا من جديد. لما المجتمع يصل إلى مرحلة عالية من الوعي ويقدر مكانة الفتاة وحقها في مواصلة التعليم، ما كان واقعنا اللي نشوفه اليوم. صح هو موضوع شائك وكبير، ينبغي أن تعمل مختلف هيئات المجتمع ومؤسساته المدنية على التوعية والنزول الميداني لمناطق الريف لتثقيف الأسر حول أهمية تعلم المرأة وأن تكون عامل فاعل في مجتمعنا. هناك مسؤولية مجتمعية متكاملة بالإمكان أن تساعد على انتشال وتغيير عقليات البعض ممن ما زالوا يرون أن الفتاة حدود حياتها لا تقتصر إلا في حدود البيت. خلونا نشوف بعض الآراء المتعلقة بهذا الموضوع. يعني الزواج المبكر لدى الفتاة، وأيضا يعني عادات وتقاليد تحكم الفتاة بعدم مواصلة التعليم، ومن ناحية التربية يعني عدم توفر المدارس الثانوية، وكذلك عدم توفر القاعات الصفوف الدراسي للبنات، عدم يعني انعزالا عن الأولاد. هذا يجعل الأسرة يعني تمنع الفتاة من مواصلة تعليمها. طبعا احنا نلاحظ في كثير من المناطق الريفية وبالذات عندنا في منطقة محافظة الضالع مثلا، كثير من المناطق بعض القرى يحرموا بناتهم من الدراسة، تقتصر الدراسة على مراحل معينة مثل المرحلة الابتدائية فقط أو إذا وصلت إلى مرحلة الثانوية، وأما ويحرمون من التعليم الجامعي. المجتمع لا يهتم بتعليم الفتاة، والسبب في ذلك أولا الزواج المبكر والحالات الاجتماعية يعني عند الأسر يعني مثل الفقر، وبرضو يعني تدني مستوى الطالبة من سبب ما، لأنه الأمية انتشرت
بشكل كبير بمجتمعنا، لذلك لا يهتمون بتعليم الفتاة. عدم تعليم الفتاة وخروجها من صفوف الدنيا لأسباب متعددة، وهذه الأسباب مما تؤدي إلى تجهيل الفتاة في اليمن بسبب عدم فهم بعض الآباء لتعليم الفتاة وما يظلها من الجهل، وهذا السبب يؤدي إلى حرمان الفتاة من التعليم الأساسي والثانوي. ونطالب الآباء والأمهات بتوعية أبنائهم أبناتهم بالدراسة المتواصلة حتى يستفيدين منها كي يكون شعب متعلم راقي يؤدي إلى تطوير البلاد. بالريف لا يهتمش أكثر بتعليم الفتاة بسبب أول حاجة الزواج المبكر، ثاني حاجة تسريفهم يقولوا إذا كثرة الإنجاب، يعني يقول خلاص بنات كثيرة خلاص يخرجون عشان يقدروش يتحملوا تكاليف الدراسة، يعني الفصول المدرسة نفسها مش مدرسة تمام بالريف، مش زي المدن دراسة تمام. تسرب الفتاة من المدارس خاصة في المناطق الريفية عود أسباب هناك كثيرة، من ضمنها العادات والتقاليد في هذه المناطق، وايضا خروج الطالبات في الصفوف الثانويه بسبب الزواج المبكر لها، وطبعا هناك الظروف المعيشيه للاسر. للحديث اكثر حول هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من جنيف السيده ليزا البدوي، منسقه شبكه التضامن النسوي وممثله مبادره السلام. جنيف اهلا بك. اهلا وسهلا بكم متابعينكم الاكارم. بداية نريد معرفة الأسباب الرئيسية وراء إصرار العديد من الأسر بمنع بناتهم من تكملة التعليم. مسألة تسريح الفتيات من المؤسسات التعليمية أو من البداية عدم إدماجهم في التعليم وفي المدارس يعود لعدد من العوامل. أول شيء ممكن نقول زيادة الفقر والافتقار في مجتمعاتنا المحلية في الداخل، والتي أشارت في كثير من الإحصائيات إلى أن يعني مستوى الأمية في تزايد مستمر، وقد ممكن نقول أنه في بعض الإحصائيات تقول أن هنالك نصف الشعب اليمني يعتبر أمي، وهي إحصائيات حديثة. اثنين، النزاعات والانقلابات وكثرة العوامل السياسية من يعني الحرب وهذه المسببات السياسية التي جعلت الذهاب إلى المدارس في بعض الحالات يعتبر غير آمن. ثلاثة، النظام القبلي القائم على القبلية والمناطقية وسياسة الهيمنة العائلية، وممكن كمان نقول الذكورية، في التوقف في إرسال الذكور للتعليم وحرمان الفتيات من هذا الشيء. العامل الرابع وهم العامل المهمة، انعدام البنى التحتية لتوفير منشآت تعليمية تفي بالأعداد المتزايدة، يعني اعداد المواليد المتزايده. يعني نعتبر في اليمن نحن من المعدلات يعني المرتفعه في الانجاب، وبينما سياسه انشاء المدارس والمؤسسات التعليميه لا تواكب هذه الزياده المرتفعه في اعداد المواليد. العامل الخامس، التراجع تماما عن تحقيق اشتراطات وتعهدات الدوله بما يفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها، منها اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بسبب انعدام السياسة الواضحة لدى الدولة في مسألة موائمة الاتفاقيات التي التزمت بها بما يتفق مع تشريعاتها الوطنية، والعمل بشكل جاد على إيجاد الحلول والأسباب لتحقيق هذه الالتزامات والاشتراطات بتوفير السياسة التعليمية اللازمة، بتوفير الوعي للأوساط في المجتمعات المحلية مثل ما أشرتم في تقريركم، مثلا الضالع والمناطق الريفية والمناطق الأشد يعني فقر بعيدا، يعني ممكن بعيدا من المدن الرئيسية أو الحضر، هنالك تزيد هذه المسائل في غياب تام عن دور الدولة في هذه المناطق. وهي هذا الشيء ليس من الآن، ليس من هذه السنوات، سنوات الحرب التي نعيش فيها، إنما كانت سياسة متبعة منذ الأعوام الماضية. طيب أستاذة سيدة ليزا، فأنت ذكرتي عدة أسباب، هناك الفقر، الحرب، النظام، كمان انعدام البنية التحتية، لكن أعتقد أنه الكثير يقول أنه مسألة مواصلة التعليم الفتاة
نحن ما يتعارضش لا مع الدين ولا مع العقيدة، بس للأسف هي عادات وتقاليد مكتسبة. هل هذا يعني أنه توارثنا هذا الإرث أم هي ثقافة ريفية مستحدثة فرضت على الأسر حتى في المدن؟ الحين حتى في المدن رغم أنه هناك الكثير من المدارس، هناك الكثير من الأشياء، ولكن كثير من أولياء لهم يقول لك أنا مش عايز بنتي تدرس وخليها تتزوج أو أيا كان. صحيح، أتفق معك بهذه النقطة. لو نظرنا إلى العاملين، إحنا لما ذكرت الخمس العوامل، في اثنين عاملين يرتبطان ببعض ارتباطا شديد الوثوق، وهو النظام القبلي وسياسة الهيمنة العائلية أو النظرية الذكورية. اثنين، سيادة الفقر والافتقار. الاثنين يرتبطان ببعض، يعني عندما نأتي إلى أسرة يكون فيها عدد، يعني عدد كبير من الأبناء والفتيات من 5 إلى 7، ستجد أن مثلا التركيز على الذكور في الذهاب إلى التعليم باعتبار أنه مثلا في فقر، في احتياج، في عواز، فلماذا لا نعلم الذكور على أساس أن الذكور هم سيتحملون المسؤولية مستقبلا، بينما يتم دائما بوضع الفتيات في خانة أنها تكون في البيت تعمل ثم ستتزوج ثم ستنجب الأطفال وتربي الأبناء وتطبخ وتعمل وتنظف. هذه المهام الوظيفية حصرت التفكير لدى الأسر بأن هذه وظيفة الفتاة، بينما وظيفة الولد في الأمور الثانية وهي معترك الحياة خارج المنزل. الشيء الثاني، هذا عزز من مسألة النظرية الذكورية. الدين الإسلامي، ديننا الإسلامي حنيف بعيدا كل البعد عن هذه المسائل. هذه المسائل تتعلق بموروث ثقافي، يعني ممكن يعني بدأ ممكن نقول حالة مثل المتلازمة المستمرة على مدار السنين، وهو في الفترة الأخيرة قد زاد، يعني بصراحة ممكن نقول زاد فحشا في هذه الفترة السنوات الأخيرة، وهو بعيد تماما عن مسألة الدين. لأن يعني حتى لو عدنا إلى الزمان الماضي في أيام عهد الرسول والصحابة، كان النساء أيضا يتعلمن ويقرأن القرآن. عندما يتعلمن ويقرأن القرآن معناه أنهم يأخذن العلم، لكن فذلك إحنا لما نتحدث عن 1400 سنة ونتحدث عن وقتنا الحاضر، لابد أن يتم التفكير في أن متطلبات التعليم بعد 1400 سنة قد تغيرت واستلزمت استعداد وجاهزية عالية. هذا الاستعداد والجاهزية العالية قد لا تستطيع الأسر بمفردها أن تقوم، يعني أن تدركه وأن تلم به وأن تحث بناتها أو أولادها على الأخذ به. طيب، لابد من تضافر عدة جهود مجتمع مدني ودولة. طيب أستاذة، ما هي السياسات التي يجب اتباعها على المستوى إن كان رسمي أو على المستوى المجتمع المدني أو على المجتمع المحلي؟ السياسات التي لابد أن تتبع، يعني إحنا لو جينا أول حاجة حنبدأ من مثلا من القاع المجتمع المدني، إن إحنا المجتمع المدني يعتبر مثل ما نقول شريك، أو صار الآن ذا أولوية واهتمام عالي بقضايا المجتمع ككل. مع السنوات الأخيرة بدأ يبرز دور المجتمع المدني في مسألة الحفاظ على حقوق الإنسان ومراعاتها، في مسألة الرفع بمستوى الوعي العام، في مسألة تعزيز مسائل حقوق الإنسان. المجتمع المدني يتطلب منه نشر الوعي، استيعاب مثلا انه مثلا في جمعيات تكون مهتمه في مساله ادماج التعليم في الفتيات، تهتم بشكل كبير في مثلا السعي في مناطق الحضر والريف، كما اشرت في التقرير انه هنالك ايضا في الحضر الان يعني في هذه المشكله، البحث في الاسر. طبعا المجتمعات المحليه، نتكلم على مجتمعات مدنيه محليه، هذه المجتمعات دائما تكون شريكه لمجتمعات ومؤسسات دوليه. لابد ان مثلا تكون لديها احصائيات ظاهرة وشفافة وواضحة عن مثلا أعداد الفتيات التي لا يتم إدماجهم في التعليم أو التي كان في التعليم وتم تسريبهم من المدارس. يتم الذهاب إلى الأسر، التحدث عليهم، حث فتياتهم على العودة إلى المدارس أو تركهن في المدارس إذا كانت هنالك نية تركهم، توفير المتطلبات اللازمة. يعني الآن احنا بنشوف في مبادرات كثيرة مثلا في توفير الحقائب المدرسية، توفير الزي المدرسي، توفير الكتب المدرسية، هذا شيء إيجابي بس لابد أن يعزز بشكل أكبر. مثلا نأتي بعد ذلك لدور المؤسسات الوطنية. المؤسسات الوطنية تعتبر برضو شريكة للمؤسسات الرسمية للدولة على مستوى الحكومة. في برضه في حتى احنا عندنا اللجنه العليا للامومه والطفوله، المجلس الاعلى للطفوله، لابد من الاهتمام بشكل اكبر، لديه شراكات قويه مع اليونيسف الذي يهتم بمساله التعليم. ناتي بعد ذلك لدور الحكومه، دور الحكومه في انشاء المدارس التعليم، انشاء المؤسسات التعليميه من مدارس وما تحتاج اليه.
كل يعني المؤسسات التعليمية، توفير الكتب المدرسية، دفع الأسر على إرسال أبنائهم وفتياتهم إلى التعليم، أن تكون ثم جزء من الجهاز التنفيذي للدولة السياسات والممارسات التشريعية أن تكون موائمة ومتفقة مع التزامات الدولة وتعهداتها. كما أشرت، اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها اليمن في العام 1996 التي تنص على أن الطفل يعني الطفل له العديد من حقوقه في هذه الاتفاقية، منها الحق في التعليم. والطفل نحن نتحدث عن الشخص الذي لم يتم 18 عام، فلا بد من أن يكون يعني لدينا سجل مواليد يتم متابعته بشكل يعني ممكن نقول بشكل أكثر تركيز. نعرف أن هنالك الكثير من المواليد يولدون في المنازل بعيد من المستشفيات، قد يتم تأخر في مسألة استخراج الشهايد الميلاد، لكن لابد أن عن طريق المجالس المحلية يتم الاهتمام بهذه المسائل، عن طريق مكاتب الصحة في هذه المناطق يتم متابعة مثلا القابلات التي يقومن بعملية التوليد في المنازل. ثم بعد ذلك عندما يتم حصر كافة المواليد ومعرفة السن الفئة العمرية، تلتزم الدولة بموافقة بأن توائم اتفاقيات القوانين الوطنية، قوانين وطنية حتى الآن لا تتفق مع الاتفاقية المعنية بحقوق الطفل، منها النص الهام في مسألة تشريع سن الزواج تشريع سن الزواج. كنا في مشترك ما قبل أن يحدث هذا الانقلاب يعني تفرض علينا ميليشيا الحوثي هذا الوضع السيء الذي نعيش فيه، كانت هنالك كان زي ما كنا نقول هنا يعني جلسات ماراثونية في مجلس النواب اليمني بشأن تحديد سن زواج الصغيرات، والذي لاقى معارضة شديدة للأسف من بعض الشخصيات البرلمانية وبعض الأحزاب السياسية في اليمن، ولهم دوافعهم، لكن قد تكون تلك الدوافع بنيت على أسس دينية في ذلك الوقت وإن كانت خاطئة. والكثير من يعني كثير من الـ ليس فقط من المجتمع، يعني ممكن نقول كان المجتمع النسوي، لا أيضا من الذكور، من وجد أن المبررات الدينية التي تستند عليها في السماح بزواج الصغيرات هي مبررات خاطئة لا يجوز القيام بها. مع ذلك لازلنا حتى الآن في مسألة دفع الأسر لزواج فتياتهم، لأنه لا يوجد قانون يمنع ذلك أو يجرم هذا الشيء. طالما وأن احنا في فراغ تشريعي من هذه المسألة، نكون أمام نضال وتحدي أكبر يتطلب منا في ظل غياب انعقاد جلسات مجلس النواب لسد هذه الثغرات، المشكلات اللي متعلقة في الحد من فعلاً القانون. أستاذة ليزا، أنت كفيتي ووفيتي، وفعلا هو دور متكامل من كلا الأطراف، المستوى الرسمي أو المستوى المدني أو المجتمع المحلي، فهو دور متكامل. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف السيدة ليزا البدوي، منسقة شبكة التضامن النسوي ومؤثلة مبادرة السلام جنيف. من الآخر، حق المرأة محفوظ في ديننا، والإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها، ولكن استمرار الجهل وتجهيل المرأة والتمسك بالعادات والتقاليد والإعراف التي عفى عنها الزمن هي التي دائما ما تجعلنا نرجع للوراء. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، ونستقبل مشاركاتكم ومقترحاتكم في قضايا ومواضيع اجتماعية على رقم الواتساب 7376528116، أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عبر صفحتنا في تويتر. إلى اللقاء.